راجل محترم مش وش مهدلة، ما ينفعش كل يوم والتاني تيجي تاخدني. هو الاسم بتاعكو ده فاتح على شهري انا بس؟ طب مخدراته؟ قلنا ممكن اكون بتعاطى مخدرات، دعارة يعني. انت سعادتك فاكر القضية كانت حسب النية، انما ارهابي؟ ده منظر راجل ارهابي، انا راجل فلاتية سعادتك بيه. وبعدين تعال، القانون بيقول ايه؟ الارهابي لا يمكن يتمسك الا اذا كان مفخخا. انت لقيتني مفخخا دلوقتي؟ ابدا، ابا فلاتي. يبقى كلنا نسقف في ايد واحده نقول ايه الفلات اهو، ايه الفلات اهو، مش كده قبضنا عليه. بعدين سعادتك لو عاوز قضيه عندك الوقت، حق دعاره هتلاقي، مخدرات هتلاقي، اي مصيبه هتلاقي. ده الحمد لله احنا في السليم. اسمعوا بقى، اللي كان فيكوا حتة حشيشة يخش التلاوت يرجعها احسن له. انا ما رضيتش ابلغ البوليس على حكاية الحشيش، وده طبعا تقديرا مني ليكي ولظروف اخوكي. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ قلبه اتعرض لاجهاد شديد، وده طبعا نتيجة كمية الحشيش اللي شربها، وفي الوقت نفسه كان عنده الضغط عالي. ضغط ايه؟ اخوكي لازم تحرصي عليه، ولازم ما يتعرضش لاي ضغط عصبي او نفسي، ويا ريت لو تاكدي على مراته وعياله انهم يوفروا له اقصى حالات الراحه. بس هو مش متجوز وعندوش عيال. معقوله؟ اه اكيد هو ده اللي مأزمه. على العموم انا زي ما قلت لك، اخوكي لازم ما يتعرضش لاي اجهاد نفسي، ويبطل طبعا الحشيش والبانجو. انت بتسقي وزه الطعم اللي نزلتها وعملتها 15 سيجاره، ما عملتليش سمسول؟ مش هنا. طيب انا اسفه يا حاح، انا اللي كنت السبب، كل كلمه كنت بتقولها كان عندك حق فيها. خلاص انا هعمل كل اللي يرضيك. لا تفاح، اعملي اللي انت عايزاه، انا ما عادتش تفرق معايا. ما تقولش كده يا حاح، خلاص انا هتجوز وهسيب لك الشقه عشان تعمل كل اللي نفسك فيه. انت فكرك ان انا عملت كل ده عشان الشقه؟ عايزه الشقه خذيها، بس عايزك تتاكدي ان انا عملت كل ده عشان مصلحتك. خلاص يا حاح، انا فكرت كتير، انا هتجوز الدكتور شريف، قال له هو هيخليني عايشه مبسوطه ومستريحه. بس اهم حاجه انت تقوم لنا بالسلامه. تفاح انا عايز اخرج من المستشفى دي. ليه؟ مليانه ذباب. ها في حاجه اختي؟ لا مفيش حاجه. طيب طيب، حد يخبط على الناس بالنهار كده. نعمه، المتمردين استولوا على المدينه وبيدبحوا في الناس. احنا هربنا على مركب وجينا على السودان، ومن هناك ركبنا الطياره وجينا على هنا، كلها يومين ثلاثه وحسين ان شاء الله.